ازيكم يا جماعة، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هتكلم على برج الدلو وتوقعات شهر نوفمبر لعام 2020. برج الدلو عندنا شهر نوفمبر هيكون يعني من بدايته انت بتحضر لشيء، بنحضر لشيء مهم، عندك اخبار ايجابية وعندك فيه سعادة، عندك انك بتحاول تقوي علاقتك بالشريك، عندك بتحاول انك تزدهر في الوضع المهني، بتحاول انك تقدم على وظيفة جديدة او تنمي نفسك، او ان انت بتحاول تعلي من ذاتك، بتتعلم شيء جديد او كورسات معينة عشان اطور من نفسي في الوضع المهني، بتحاول تعمل فكرة جديدة او موضوع جديد، بتحاول ان انت تبتكر شيء، حاجة ابتكارية، يعني حاجات كتير جدا جدا. عندنا الوقت السعيد اللي ممكن نكون في نتائج سعيدة، او في يعني كان عندك امتحانات وعندك النتيجة، الامتحانات نقدر نقول انها اول 3 اسابيع، اما النتيجة الايجابية اللي هتظهر لك في اخر اسبوع. يعني ايه الكلام ده؟ يعني ايه؟ تعالوا نتكلم بصورة مفصلة جزئية ونبدأ من الوضع المهني. من الناحية المهنية عندك في انك بتطور من ذاتك، عايز ان انت تعلي من ذاتك، عايز تتعلم شيء، عايز تعمل اختبار معين، عايز تبتكر حاجة، عايز يعني عندك انشغال في المنطقة المهنية بانك تعلي من نفسك، انك تترقى، بتحاول كتير ان انت تكون اللي هو يعني بتتكلم حلو مع الناس، اللي هو اتكلم مع المدير حلو، اجر كده علاقة حلوة، الحاجات دي عشان يكون عندك انت الافضلية ليك، فعندك بتعمل ده جدا. عندك اهتمام بنفسك، بلبسك، بستايلك، بشكلك، بمظهرك، ببشرتك، بكل شيء يوحي للشخصية الايجابية او الشخصية القوية، الشخصية الكاريزما، الشخصية اللي تستاهل موقع معين، فبالتالي بتهتم بده جدا. فبالتالي عندك عيون عليك كتير قوي قوي، العيون دي عشان خاطر اللي هو في مجال كده، في مكان كده فاضي، يعني نحاول ان احنا ناخد ده. فعندك الموضوع ده هيكون موجود كتير. عندك بالفعل في ترقيه، او عندك في شهاده تقدير، او حاجه تقديريه هتحصل عليها في خلال الاسبوع الاخير. برج الدلو العيون متسلطه عليك بغباء اهو، يعني مفيش اكتر من كده وصف. عندك العيون متسلطة عليك، ده للإيجابية حلو جدا، وللسلبية يعني ناقلين ليه جانبين، جانب إيجابي وجانب سلبي. الجانب الإيجابي ليه إن عندك ممكن يكون في ترقية، في شيء مهم، في إن أنت كنت مقدم على حاجة فلا ده إحنا ناخد ده. في الإيجابية إن في فلان عايز معجب بيك فيبدأ إن هو يرتبط بيك بالنسبة للناس اللي مش مرتبطين. أما السلبية إن عندك حسد كتير، عندك أشخاص بتشوه السمعة كتير، عندك إن في ناس بتحاول اللي هو أنت عندك شيء إيجابي، عندك في شيء أنت فرحان بيه جدا جدا. لا ازاي تبقى فرحان فيه لما نكد عليه؟ اها، ففي ناس نكديين كتير كده عندهم بيتلذذوا كده بالنكد، عارفين اللي هو عامه. فعندنا ده وعندنا بقى اللي هم الحقد بقى والغل اللي بيشعل جواهم، ده موجود كتير وهنقابله كتير اكتر ما بنقابله. ودي بقى مشكلة في حد ذاتها. واقول لكم في النصايح نعمل ايه مع الناس، هو التجاهل خير وسيلة صراحة، ولكن انا اقول لكم على حبة حاجات كده نخلي الناس دي نفرسهم واحنا ما عملنا لكوش حاجة، وايجابيين احنا ماشيين في الطريق السليم، وفي نفس الوقت احنا بعدينهم عن الحاجات بتاعتنا عشان ما ينشوناش عين وما يلخبطلناش حياتنا. عامة برج الدلو عندك كمان هيكون انك في مشتريات حاجات جديدة، انك بتشتري اشياء جديدة، ممكن يكون عندك مشتريات لبس جديد، مشتريات للمنزل كديكور، حاجات. فانت عندك ده، عندك بتخرج برا اطار معين، عايز تعمل تغيير معين، تغيير للالوان، يعني هتلاقي نفسك بتشتري الالوان اللي احنا داخلين على شتاء، اللي هو بقى مثلا البينك واللي مش عارفه ما يناسبوش الشتاء خالص مثلا، فهتلاقي نفسك بتجيب بقى الالوان اللي مش بتناسب الشتاء، فاهمين اقصد ايه؟ فده هيكون عندك حب للالوان، يعني عندك حب للالوان خلال الفتره دي كتير. برج الدلو عندك تحضير لهديه، وده برضو ليه علاقه بالمصاريف، عندك انك بتحضر لهديه وبتحاول تجيب هديه اتيكيت قوي، يعني هديه حلوه كده، فغرامه بقى ادفع بقى، عندك ده. عندك انك عايز تشتري سيارة، تشتري شيء للانتقال، تشتري شيء ممكن يكون منزل او بيت او ايا كان، بس لخارج للتنزل، يعني شيء تنتقل فيه في وقت المناسبات، المكان نروح له في وقت المناسبات، يعني تاخد لك شقة في شرم، في الساحل، في الغردقة، ده هنا في مصر، بره ما روحتش انا. عامة كمان برج الدلو عندك في الوضع العاطفي بقى شوية، ده اللي انا عايزة اتكلم فيه.
الوضع العاطفي لازم نبتعد عن العصبيه والجدل والنقاش وي، لان هيكون عندك بعض المشادات وهيكون عندك خلافات، عندك الغيره، عندك انك بتغير على الشريك، او الغيره بتجيلك من الشريك، حاسس ان الشريك بيقيدك، حاسس ان الشريك بيحاول يحط لك اطار معين او يحط لك ميعاد معين، يعني لو ما عملتش ده في خلال الاسبوع انت خلاص كده. فعندك ده، وده عامل لك شويه ازمه نفسيه، بتفكر في الموضوع كتير، ومع ان انك بتحاول تتجاهله عشان تقدر تتعايش في حياتك، ولان ده برضو بيتعبك كتير نفسيا. طبعا اللي بتمناه من اصحاب اللي بيتابعوا للي بيراقبوا برج الدلو، ما انا برج الدلو كده عندي نسبه معينه اللي بيدخلوا يشوفوا مش دلو، بيراقبوا يشوفوا ايه اللي هيحصل لك الفتره دي عامه. فاتمنى كتير منكم ان انتوا هم تعرفوا ان هم نفسيا تعبانين وبيفكروا في حاجه، انتوا بتفكروا اصلا في ال 24 ساعه 48 40 ساعه، فعندنا فكر شغال عندهم جدا، عندهم معاناه نفسيه، عندهم ان هم خايفين على حد قوي، خايفين على صحه حد جدا، قلقانين، عندنا من القلق والتوتر موجود جدا، فبالتالي هم مش عايزين حد يضغط عليهم. هم على فكره ما بيصدقوا يخرجوا، ما بيصدقوا يجددوا وقت، ما بيصدقوا مش عارف هيعملوا ايه، عشان خاطر يلهوا نفسهم. هم تعبانين نفسيا، يعني برج الدلو تعبان نفسيا خلال الفتره دي. على فكره برج الدلو احنا هنفوق من موضوع المواضيع اللي تعبانه، المواضيع اللي تعبانه ليها علاقه بمواضيع عاطفيه وليها علاقه بوضع مهني او موهبه احنا عايزين نحققها بس مش عارفين. عندنا ده جدا جدا. الوضع كمان العاطفي هيبدا يتحسن في خلال الاسبوع الاخير، الى ان لو احنا في الثلاث اسابيع الاولانيين ما عملناش مشاكل، ما ضغطناش نفسنا اكتر، ما بوظناش الدنيا. يعني بالنسبة للناس اللي مش مرتبطين، عندك ان في اعجاب كتير، عندك ناس معجبة بيك جدا جدا، لو هقول في فرصة ارتباط او العلاقة تقوى ليه موضوع خطوبة او زواج، يعني حد يحصل فيه اتفاق، هيكون النسبة اكتر في خلال اخر، هيكون يعني الاسبوع الاخير، هو 5 ايام عامة، اخر اسبوع. وما نيجي عند اخر اسبوع في توقعات اقول لكم الدنيا ماشية ازاي بالايام. عامة كمان بالنسبة للناس المنفصلين برج الدلو، انت بتفكر كتير في الرجوع وبتبكي جدا جدا، ويعني كتير من برج الدلو بيبكي عشان الماضي وبيبكي للموضوع اللي حصل فيه ومتأثر كتير بالماضي وي، ولان ان انت لما بتيجي تفكر انك ترجع فعلا للشخص ده بتحس ان كرامتك وجعاك، هتحس ان انت نفسك تحضن الشخص ده جدا، بس في نفس الوقت نفسك انك تضربه، نفسك ان انت تقوله انت ظلمتني جدا جدا. اللي هيرجع لك يا برج الدلو فيه كتير، لما اجي في الوضع العاطفي هتكلم بصوره مفصله عن الموضوع ده، بس عشان الوقت ما يسرقنيش عايزه اتكلم على نقطه تانية اللي ليها علاقه بالوضع الاجتماعي. احنا عندنا تصالح بصوره قويه جدا جدا، عندنا التصالح ده بيضيف في الوضع العاطفي نقطه معينه، ان احنا عندنا رجوع، بس هبقى اتكلم على النقطه دي عشان اتكلم عليها بتفصيل اكتر في الوضع العاطفي. عامه عندك تصالح او تصالح مع اشخاص انت كنت على خصومه معاهم، عندك ان ممكن يكون في اشخاص بيحاولوا ان هم يشوهوا سمعتك او يتكلموا عليك كلام سلبي، عندك الوضع الاجتماعي او العائلي ان في ان هم بيتضروا بسبب حاجات معينه ممكن تكون انت جزء منها. عندك كمان ان انت رافض موضوع يخص العيله، يعني في موضوع يخص موضوع عائلي انت رافضه او رافض تدخل حد من عيلتك في حياتك، عندك ده جدا جدا. الوضع الصحي انا مش هقول اي حاجه غير ان احنا لازم نخلي بالنا من كورونا، نخلي بالنا من العدوى، ونخلي بالنا الموضوع ده حساس جدا جدا جدا. الوضع الصحي لينا بالنسبه لنا هو فيه قلق وفيه تعب، فلازم نكون واخدين بالنا جدا جدا على صحتنا، فيتامينات، اكل يكون مقوي للمناعه بشكل قوي يا برج الدلو، ولازم نخلي بالنا كتير جدا في الموضوع ده. عامه انا مش هطول عليكم ابدا، ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناه وتفعيل الجرس. سلام.